عقب تأهل المنتخب الوطني لكرة السلة الساو في مباريات المؤهلة للمشاركة في كأس الأمم الأفريقية لكرة السلة دورة عام 2019، حيث باشر المدرب الوطني لكرة السلة ممارسة نشاطه مع اللعيبة وتهيئتهم البدني والمعنوي لخوض المرحلة الثانية لمباريات الإياب المؤهلة لتصفيات كأس العالم لكرة السلة المزمع انعقاده بدولة الصين الشعبية في العام 2019. الكيب دول الجايدين لا الكيب القدرة مرة مش اللي جاتوا أنغولا وإيجيب دول لا دمها شامبيون دافريك دول ناس عندهم تيتر كتير ودما يبقى هاي ما أنا ولا ما نمشي لا ولا نمشي لي نشوفهم ما في نمشي كل نفتشوا لي كالفيكاسيون هذه نقول. مواجهة النظراء في المرحلة الثانية لمباريات الإياب أمر يستدعي الاستعداد التام، وخاصة كمواجهة المنتخب المصري والمغربي وأنغولا يأمل فيها اللعيبة رفع الراية الوطنية. تعال راسك جاي من درو مويشي أكي عشان يقل لنا فوق بمر فاز ما فات بمر فاز ده ما حين بفا حين ما نيفو ده ما اكيفالانشيا فاز ده ماشين فوق راه اكيب ده جبين. كما تضم صفوف المنتخب الوطني الساو عدد من المحترفين الدوليين لكرة السلة للمشاركة في تأهل المنتخب إلى الكأس العالم لكرة السلة، ومن المتوقع يغادر المنتخب البلاد بتاريخ 10 من هذا الشهر إلى دولة تونس، وستكون أولى مبارياتهم أمام منتخب مصر لكرة السلة الذي يصادف 14 من الشهر الجاري.